شو رايك يلا عدي نحن ما بنقدر لعندك مهما علنا التحدي ما في غير نبحر معك من صبرنا نشيل وندي بس قريت نسمت رياحك ليش عاطي الحد تودي فان الدارجال اهل الفهم والراي على الشذاعه والكرم في رايي نمشي على المركز طوالي بان التنبول بشوفها رفيق كاتين نشوق ناس لك فيها حوبات اذا بحوبات هليل الزمن بطل يوم يتلموا علي العروب بدون يقطعوني بسيوفهم سويت لك عمله لا لا خلاف والنفس حرة إلا هديتهم خفت الكترة رأيك ما كان غايب وإلا كان تاكلك الصقور دين واحد من ده طيب هاش رايك 6 ونوسط من الرجوع بلاهي والله 6 انت تستاهل كل خير بدور تستاهل كل خير والله
يا ود موسى الصفا ما توجل المخسوسك كان حبيت بيدا من القلب خوسا يا ما لم يمشي زايد ست ما ملحوسه فيما من المعايرات المسير خروسا زين جيت؟ ايوه طه كيف؟ ها طه ها انا لفيت السوق ده كله بعدين وزول كيف الاسعار جيتها؟ والله الاسعار كويسه وما اسعارنا كيف؟ اسعاركم كويسه وما دار افوتكم تب العار دي احنا مشيت ما بتلقى انا قلت لك العار كويسه ونحن هذو بناكم بايعك انا قلت لك كلمه طه بقيت عليها حبابكم عشرة كيف كلامك بسعر القبيل اللي قلته وعارفني بنتفق ما في مشكله بنتفق ما في مشكله خلاص مبارك الاتفاق ده هاي ادينا نمه عديله هيا قول لك طب وشك البدر شكا سماهين سهلا حق بك والفلول حبكا صبايك بصهلا نزرت خدك الريل من سماح جهلا دورك عزلا وقنف المحاج مبهلا ابشر شير بالخير ابشر بالخير شير الزين ابشر اطاه هجم الليل تفاح الضهاب في طفورك جمال حقه يا رطن جوال اذكورك علي ديم حقه النادي المعاد استورك علي بتحاكي ديك رهوة قدين الكورك يا مشور العنيط الهاتل اللي تمسى ما قارفه وقلبا بالوصايا تنسى ابشر 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 شيرا زين ابشر حمد ارجاني هنا يا حمد ادخل على عبد الله ذا واجيك صاد Thank you.
انت متاكد يا زول الزول ده قاعد معاكم؟ اي وبالاوصاف اللي قلت عليك دي؟ الخالق الناطق. زمن وانا قلبي ماكني طولت وانا وراك هدكين وماله معك. قتل صاحبي وقعت هدكين. راح يا حمد هدر ده البجاويش. ايه دكين وقع وقع. اي وقع وطابقنا اوصافه مع جنابه. كلام ده صح؟ اي صح. اتنازل انا مكي مكي وادمنو مكي ودل عنده صبر ورا صاحبه. انت سالك منو؟ سالك برا خمك. اي العمده صبر بعرفه. السعبوت الزول ده عندكم؟ اي خلاص تمشي معايا المركز ابلغ المامور ونفتح البلاغ. يلا وراح اراح مكي. انا برجعك هنا في شان احرس القلب. خير يعني عشان بسرعة النفس قدامك. ما في مشكله. شامل في الحرارة مع الصلسكوب بردوه وعلو قليه وما غسل. أبشر أبشر بالخير. أبشر 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 بالخير بالخير. سالم مالك أخوي طوالي بعيد نظمك قلة وحركتك قلت. والله يا زين البيع والشراء ما لي فيه. ما تاخذ في بالك اخوي. الاخبار لسه بنقعد شويه تاني شويه. جيت للموتى دكين. بتشاويش شكل قوه الوقت هلا قوة ده هتكون تتساب بتاعتها. تمام يا فندم. مجرم لو هرب مرة ده كلام مش هيكون كويس. اي بس انا بقول انه شتب بتشاويش. تمام يا فندم. خد خطة محكم عشان مجرم مرة ده ما يفرق بتشاويش. اطمئن جنابك المرة دي بنعمل خطة تمام. بتشاويش كلام كتير شغل ما في. مكة أخوي ما نمشي يا أخي يوم نراح. أصبر 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 يا زروق. والله العظيم أنا خايف النهار يروح والدرب طويل للدامر. محيرني الماخير ولا سجن؟ تقول الأمر مو خاسيهم. إلك لما نجهز ناس ونشوف حالهم. مكة أخوي إحنا سوينا علينا وبلغناهم بعد الرأي رأيهم. انت زروك شايف اللي انا شايفه؟ دكين وقع. هلا هلا وقع. انا هزول. قال ادوه بدور. لاقين سماء وظلمت وبدر خنك. آه عبدور انت ما عارفة انت كيف شان خاطرك. خلاص انكشفت الغمة. الله يا مكي نمشي الدامر ونرجع البلد ونسوي البويش. 200 آه 200 يا زروك. قريب قريب قريب.
حكي بالتشرب الدولة. أنا دواي ما ينحكي. يا بتقال عن إبليس أشرب الدولة. أنا مرضي دكي 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 شي مسويله لكنما حشاي ولدي اللي قلبي ما قطع إلا دكي ما خلاني وش دكي ما خلاني وش صرخ فوق يدي بضحت كبرت فرحت دناي ولدي لدموعي على دكين هذه دموعي وعلي دكين تنزل في جوفي وتهري وهري وهري يابا يابا ما خير شوية؟ الله خير لا أخوانا ولا خير ولا حاجة أنا مورود شديد والله الله يا أحمد أخوي السفرة دي بعتتك من العرس خلاص شوف أصدق أخوي إن شاء الله تخلص مأموريتنا دي ونرجع نتم العرس إن شاء الله دكين من قبضه إن شاء الله نسلمه للمزولين نرجع التور علي يا زول عارفك ابطا قصير ابشر عارفك تم ابطا قصير ابشر الله يتلتلك يا دكين كان تلتلتنا اسمعوا يا جماعة تعليمات واضحة بإذن الله نصل المنطقة هنطويقها كلها ما دايرين المجرم ده يفلت مننا لازم نقبضه حي ونرحله شندي عشان يلقى جزاءه هناك حمد انتبه باشا حمد اي مخالفة للتعليمات انا ما برحمك والله هسع برجعك مفهوم تمام يا فندم انا عارف في راسك في كلام كتير لكن ما دايرك تاخذ المسألة زي او زي دار شخصي انا يا حمد ما داير افوت عليك شرف القبض على تكين مع المجموعة مفهوم تمام يا فندم Thank you.
سلام. حبابكم مرحبا. وين العمدة؟ بيجي. ارسلنا له بيجي هسا. هاك عسكري. يا فندم. اي خذ جمال دي نزلوا كلكم ريحوا. ان شاء الله خير. نحن من مركز شندي. مرحب حبابكم. انتوا ناس زول الشرد. ان شاء الله تكونوا جماعتوا. كلام غريب بالحيلة يا شيخ. وانت حضرة الصول مالو نفسك حال. وصلنا بلاغ انه المجرم ده معاكم هنا. تقول لي ان شاء الله جماعته؟ ده ما كلام غريب يا شيخ. نحن ما بيناتنا مجرم يا حضرة الصول. وانا شيخ الحلة دي. وعارف ناس الفريق بالفرد. البلاغ وصلنا انه المجرم معاكم هنا. بلاغ؟ هي انا الشيخ وده العمده. وريني البلاغ منو؟ مكي ولا ده العمده؟ مكي؟ هي تعال يا عمده. هنزلكم يا جماعه. تفضل. ولدك يا عمده يسوي فينا جنس المشاكل دي مع الحكومة؟ ما في مشاكل يا شيخنا، كان سلمناهم المجرم. نحن ما بيناتنا مجرم نسلمه ليهم. عندنا يا شيخنا. انت يا عمدة داير تقول شنو؟ داير اقول لك سالم يا هدى كين الشارد من الحكومة. يعني خاط راسك مع ولدك؟ انتوا قايلين لي نايم. انا شايف وسامع شايف عمايل ولدك مع الغريب. ما تتضايق يا شيخنا ونفسك ما يحر. انا متوكد من الكلام اللي بقوله. حتى بقيت متاكد تبلغوا فوق ضيفي. انتوا ما كن عربة عمده؟ كتر خيرك يا شيخنا. سويتنا ما عربة. ها فعايكم فعايكم سويتكم. ما انا في عربي حجاله زول وخانوا. الزول كان طلع مجرم عيبنا حجاله. العيب شنو؟ هو شن العيب؟ دي اللصول. شن اللصول؟ انتوا كان بتعرفوا اللصول؟ ما كانت تخوت راسك مع ولدك، كانت تشاورني قبال ما تبلغه. بشوف كلامك والدر يا شيخنا. وانا كنت راخيلك في شان اللي بيناتنا ما يتعكر. لكن وقت ده كلامك هاك اسمع الكلام الجد. انا ما بقف قدام الحكومه واخالفها في شان انت ما تزعل. كتر خيرك يا عمده. خيرك الاكتر. الناس دي لنا خايف يتداغلوا علينا. لا تخاف. الظاهر في شيء بين الشيخ والعمدة. الشيخ ده زي ما عنده علم بالحاصل. وانا خايف من الناس دي. اسمع حمد، نحن ناس حكومة جايين في مهمة رسمية. نقول تعليماتنا وينفذوها. طيب حسب كلام مكي مفروض داكين يصل باكر الفجر من تنبول. خلاص زي ما اتفقنا. خطتنا يا هزاتا نطوق المنطقة كلها من الجهات الأربعة. وحسب فهمي تنبول بتقع في الجهة دي. هنا تركز جنودك نقبض عليه ورحله. تمام يا فندم. شوف يا أبو الشيخ، نحن جينا هنا عشان نقبض مجرم خطير ما سهل. دارينكم تساعدونا. أساعدكم؟ يعني شن بدوني أسوي لكم؟ أول شيء ما دايرين زول يعرف جيتنا هنا. الفريق كله عارف جيتكم. أنا قصدي الناس البرة ما يعرفوا شان المجرم ما يفلت. يعني شن دايرني أسوي؟ أمسك خشوم الناس؟ يا أبو الشيخ، نحن هنا بنمثل الحكومة. كان الحكومة عرفت إنك بتعاكسها الكلام ده عواقبه ما كويسة. أنا ماني معاكس، لكن شن بدوني أسوي؟ توقف حركة الفريق. ما في زول يطلع، ما في زول ينزل، كل زول إلزم داره. يعني بدوني أعطل مصالح الناس؟ لا ما قلنا كذي، بس المجرم ده خطير ويمكن نتعامل معاه بالنار. ما داري زول يتعوق. في رأيكم سووه؟ من وين العروب؟ داري ابن ده من تنبول. بتعرفوا الزين ود الشيخ؟ الزين الفارس كل القبائل بتعرفوا. ما لقاكم في سوق تنبول؟ بالحيل، وظنيته جاي ورانا. خلينا هم متحركين.
وإن شاء الله فجر كده بيكونوا معاكم. كتر خيركم، ودعتكم الله. ودعناك الله، ودعناك الله. باشا حمد، باشا حمد، تعال بينا. ها يا فندم. اقعد. العمدة ده جا قال قابل جماعة جايين من سكتنبول، وقالوا شافوا ولده الزين ودكين جايين في الدرب، بيصلوا هنا باكر فجر. الخطة اللي قلناها لازم تتنفذ. نأمن المنطقة كلها ونوزع الحراسات، لازم نقبضوا حي. تمام يا فندم. بنواجه الموت في أي وقت في أي مكان. أثبت يا حمد إننا يا حامد جثة تالفة. إننا جثة تالفة يا حامد. مالك أبو يا الشيخ؟ مالك كيفين؟ مكة يسوي فينا جيزة دي يا بدور؟ لا وي معنا ما دي الحكومة. إن شاء الله الجن اللي حمل الزول ضيفنا ونحجه بيدمنا. مك يسوينا جهلة وما عندنا كلام. هوين أبويا الشيخ. مك يسوي فينا جنيز ده يفضحنا بين القبائل، يساوي كلامنا بكلام الحرين. حاشاك أبويا الشيخ. خلاص خلاص بقى ما عندنا وش. خلاص كلمتنا ساوت كلام الحرين. تعليمات واضحة. بعد هرين زول يخلي موقف. لازم نطوق المنطقة كلها. المجرم ده لازم نقبضه حي ونسلمه للعدالة. طنبول بتقع في الجهة دي. حمد. تمام يا فندم. تاخذ معاك عسكري وتمشي هناك. الباقيين كل واحد عارف موقعه كويس. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. ما في اي واحد فيكم يضرب نار. النار بدي تعليمات انا. ما تسام القوة الا اقول لك. كلام ده واضح؟ واضح. كل واحد فيكم ياخذ موقعه.
اصرف. ما تخد رجلك في مكان حاسس منه. سالم والله ما عجبني تب، بشوف سرحك كتير بالحيل. انا من دربي ده ماشي ليه؟ لرضي اختي. طيب نخشى الفريق وتاكل لك لقمه وبعد السافر. انا قلبي حاس يكون حصل لها شيء، وباكر الفجر ان شاء الله اكون معاكم. طيب خاطرك يا سالم، ودعتك الله. ان شاء الله خير، ان شاء الله ما في عوج على الفريق. خير يا زين. سالم وين؟
سالم قال بيسافر ويجي باكر. مشى وين؟ قال ماشي لاخته. اخته؟ هي اخته. اخته منو؟ اخته الرضيه. اخته منو؟ الرضيه. وقال لك ساكنه وين؟ ساكنه في فريق القمارات. دكين فلت تاني. دكين يمتن قمر ليتم سيبو التاني بتدور بتان وهج السراب سبح حقيقة وفيه نتبحر بتان صوتك يكون عالي أجيب في الدارة تتبشر بتان نغم الحنين أحلى وتر دكين دكين لمتين